السلام عليكم، مرحبا بكم عند رياضي بيجو. نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. معكم سفيان بيت مراكش، قصرية الصفاء، المسيرة واحد الحبس. اختصاصنا هو بيع الذهب 18 كاراك سائر ذهبية، وتنديروا التوصيل لجميع مدن المغرب. مرحبا بكم ألف حبا الأخوات، لايف جديد وسلعة جديدة كما تنعودكم ديما الأخوات، العروض كما تنعودكم الأخوات ديما مستمرة معنا. اليوم الأخوات ملتحقين حنا في المعرض اللي كاين في السينكو رياض نوال. الأخوات حنا أخوات اليوم غندير لكم عروض رائعة وأثمنة مناسبة كما تنعودكم. غندير لكم تخفيض آخر يوم في المعرض هو اليوم الخميس، هو الغد الأخوات. نتمنى لكم عواشركم مبروكة، ونتمنى عليكم بالصحة والسلامة والعافية الأخوات. وشكرا لكم على التعزية ديالكم، وشكرا للناس اللي عزونا الأخوات، شكرا لكم بزاف بزاف. مرحبا بكم ألف حبا أختنا أخويا. مرحبا بك أختي ناجية، مرحبا وألف مرحبا الأخوات. مرحبا بكم، بارطاجيو اللايف أكثر باش كلشي يستافد. آخر عروض الأخوات هذا المعرض هذا اللي كان في سينكو رياض نوال الأخوات مدينة مراكش. مرحبا بكم الناس اللي زاودنا، صراحة نشكرهم بزاف بزاف على الزيارة ديالهم. كان معرض ناجح 100% الأخوات، وكان ليسباس كبير تبارك الله، والناس جاو لعندنا الستوند ديالنا اللي كان تبارك الله كبير وكان متنوع، وكان الأخوات عروض رائعة فيه. والناس اللي ما حضروش معنا الأخوات، تنشكر الناس اللي جاو نهار السبت والحد تلقاو المحل مسدود وجاو نهار آخر، تنشكرهم حتى هما. والناس اللي تيدعمونا في الواتساب حتى هما تنشكرهم بزاف بزاف الأخوات. خويا واش كاين رادكو؟ لا أختي إن شاء الله رادكو الأسبوع المقبل إن شاء الله، السبت الجاي ولا الحد ان شاء الله تكون. السلام عليكم سي سفيان. الحمد لله اختي، لله ما اعطى ولله ما اخذ. اش نقولوا اختي هدى؟ شكرا لك بزاف الاخوات. بيت براسلي ميسيكا كاين اختي غبوره تو اختي. كنا في المعرض الاخوات، وكان عندنا هذه الوفاه تاع الاخاله ديالي، تنتمنوا لها ان شاء الله ان شاء الله لها الاخوات يعني مغفره الذنوب، وان شاء الله الاخوات نتمنوا لها يعني خوات تكون ان شاء الله يعني تنقولوا الله يرحمها ويوسع عليها. شي لا نقولوا لها اخوات، والله يرحم جميع موتى المسلمين، وان شاء الله يدخل لنا بهذا الشهر هذا بالصحه والسلامه والعافيه الاخوات. شكرا لكم بزاف خويا زين، توحشنا نتقدوا اختي. انا معكم ان شاء الله غير ارى وجدوا اخوات مخيدات. الله يجزيكم مرحبا بكم الاخوات زين مسكين، الله يرحم جميع موتى المسلمين اختي ام الرجال. مرحبا بكم الف مرحبا، الله يرحمها الاختي ويوسع عليها، يا ربي ترحمها في هذا النهار وتوسع عليها. وكانت من الناس الخيرين والناس مزيانين الحمد لله الاخوات. الانسان اللي تيموت على الشهاده راه الاخوات صراحه نفرحوا ليه، لان الحمد لله مات على شهاده تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ثلاث مرات وتوفت، يعني راه صراحه الانسان هذا اللي تفرح ليه. وحسن الخاتمه هي احسن حاجه الاخوات، هي حسن الخاتمه، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. هذا هو الدعاء اللي يدعي الواحد، لان الانسان كيما تيموت هكاك تيتبعت هكاك، يعني الانسان اخوات اللهم ارزقنا حسن الخاتمه لينا ولكم جميع المسلمين، اللهم امين الاخوات. اخت اللي سوات على ميستيكا، كاين ميستيكا ديك جاو ميستيكا لاطاي حوري مستر عطيني مستر شيما شي مستر. كاين اخوات ميستيكا وتبتيني ميستيكا كاين ورائع رائع الميستيكا تا هو زوون. غنوري لك اخوات كاين الميزات اليوم باش نذكركم، كاين الميزات باستثنائيه وزوونين واثمنه رائعه. ورينا دبل الصويري ام بلال، واخا اختي كاين عندي دبل الصويري بلاطي 5.5، واخا ان شاء الله نقول نشوف لك اختي مستر ورقتاش شبيه تما مثل الاخوات. كاين هذا رائع رائع الميستيك هذا زوون، وش حاجه يا سلام لقيتها بالنسبه للميستيك الاخوات. نقول لكم الثمن ديالو 7300 730 اورو الاخوات. نعطيكم القياس ديالو كاين اخوات. حنا باقيين في المعرض ان شاء الله نلتحقوا بالمحل ديالنا نهار السبت ان شاء الله باذن الله، اللهم امين الاخوات. شكرا لكم على الدعوات الاخوات، الله يرحم جميع موتى المسلمين جميع، الله يكبر بك اختي. شكرا لك بزاف. انا اخوات كاين القياس ديال هذا فيه 6.2، الثمن ديالو 7300 درهم 730 اورو. غزال ميستيكا هذا رائع 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 شي حاجه يا سلام. وندير لكم اخوات العروض ديالنا اللي عروض استثنائيه الاخوات اللي يكون ان شاء الله في هذا الاسبوع ان شاء الله. كاين هذا تيفاني هي والغورميطه ديالها ب 1500 درهم 150 اورو. كاين تيفاني والغورميطه ديالها راه جات لكم الاخوات بواحد لا كونتيتي اللي قليله، المهم اللي بغى يستافد منها حيت طلبتوني عليها بزاف بزاف. قلت نهار تكون دوز عليها في اللايف اختي انا ندوز عليكم اللي بغى رادكو بشحال الغرام اختي. رادكو ان شاء الله نهار تجي ندير لك الثمن ديال الغرام، لان السوق تيبقى تيطلع وينزل
والخامة الأخوات راه وصل 525 درهم يعني في الذهب في تزايد. فاش نقول لكم صارعوا ديك النهار درت واحد العرض زويون في براسلي 590 درهم وهذا تبارك الله دابا الذهب راه غادي فيه زيادة. هنا الأخوات مازال مخلوش لكم بالعروض بالنسبة لهذه 1500 درهم 150 أورو 30000 ريال 1500 درهم 30000 ريال 150 أورو ديال الأخوات. بارطاجيو اللايف باش كلشي يستافد. هادي 150 أورو غزالة هادي الأخوات حتى زوونة ورائعة 150 أورو. اللي بغى أي حاجة سكرين الأخوات الرقم ديالنا اللي هو حاول تأيبونغ لي الرقم شي أنا أيبونغ لهم الرقم الأخوات باش كلشي يستافد. كاين لي ميزات اليوم رائعين الأخوات اللي بغى اللي بغى لي ميزات 06 أنا أيبونغ لهم الرقم 06 66 52 59 91 اول اخوات الرقم ديالي خليته لكم باش اللي بغا شي حاجه سكرينها 1500 درهم 1500 درهم كانت ب 1700 درهم ردينا لكم ب 1500 درهم الاخوات 150 اورو 30000 ريال غزاله هذه اللي بغات تسكرينها والصح الاخوات باش تعرف يعني السلسله شي حاجه يا سلام صحيحه وعمليه يا باش تعرفوا اشنو كاين. كاينه الكلاش اللي طلبتوني عليها التيارات جات هي والكورميتا ديالها هي هذه 150 اورو الاخوات 30000 ريال 1500 درهم الكورميتا ديالها. الاخوات اللي في لي بول شي حاجه زوينه 150 اورو 30 الف ريال 1500 درهم هادي 1500 درهم. ها انتم اختي 616 درهم عندهم الاخوات شي حاجه غزاله 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 هادي تبارك الله تبارك الله تيتمشاو هادو طلبتوني عليهم كي تيجي تيسول عليهم ما تيلقاهمش تنقول نهار نجيبهم ان شاء الله ندوزهم في اللايف. هادشي زوين اختي بصحة والسلامة مرحبا بكم الاخوات بارطاجيو اللايف اكثر شي ما عادي بارطاجيو اللايف باش كلشي يستافد من العروض 1500 درهم الاخوات ان شاء الله بمناسبة هاد الشهر الكريم غادي يكون لايفات ان شاء الله الاخوات كيما ديما الاربعاء والحد يعني ان شاء الله بحول الله اخوات خاصني شي الاخوات انا ندوز ان شاء الله الميزة راه كاينين 1500 درهم 30000 ريال 150 اورو ديال الاخوات كارونتي عام يعني في السلسلة. كاينة الدياموند حتى هي ب 1500 درهم 150 اورو 30000 ريال 1500 درهم. اختي انا ندوزك شي حاجه صحيحه واخا اختي نوريك سلسله صحه 1500 درهم ديال الاخوات 30000 ريال نوريكم شي حاجه تاع البوسيومي غورميتا سلسله ب 1500 درهم راه يعني كادو هذه 30000 ريال اخوات بارطاجيو اللايف اكثر باش كلشي يستافد. كاينه هذه تاعي ب 1500 درهم شي حاجه زوينه هذه ب 1500 درهم 1500 درهم خميسة بالغورميتا ديالها سلسلة الخميسة فالي بول من هنا كي تشوف معايا فالي بول من هنا ومن هنا ب 1500 درهم 30000 ريال 150 اورو. اللي بغا يشري السلسلة ديال اختي بغيت تشريها بوحدها غتزاد عليك تقريبا تقريبا عليك ب 1000 درهم ولا بغيت تاخذي الغورميتا بوحدها 700 درهم يعني تقريبا ناقصة 200 درهم بغيت تاخذيهم بجوج هذا هو الفرق ماشي اش ناقصين فيهم بجوج يعني الثمن زوون. كاين هذا الاخوات 1500 درهم غزاله هادي و تاع الدياموند حتى هي كاينه الدياموند اللي هي هادي تخيروا ما بين هادو هادو 1500 هادو كاع موديلات رائعين. ورينا الرادكو اختي الرادكو ما كاينش دابا حاليا ان شاء الله الرادكو نهار تكون ان شاء الله نوريها لك علاش لا. ها هو اونسومبل هذا الاخوات اونسومبل رائع هذا الاخوات 4300 درهم 430 اورو 86000 ريال 86000 ريال فيه الخاتم وفيه الحلقات وفيه السلسله الاخوات كيتقطع اللايف اختي ما كاينش في المحل دابا لان المحل فيه فيه بر وهنا كاين غير دايرين 4G. المهم يصبروا ان الاخوات بغيت نشوف شي خاتم يكون صحيح بلا حجر واخا اختي بوشره مرحبا انا نشوف ان شاء الله خاتم بلا حجر غير بقي معايا. كاين هاد الاخوات 3000 4300 درهم 130 اورو 86000 ريال دونك غزاله 86000 ريال اللي بغاتو سكريني اللايف كيتقطع اختي ريا حاولي شي ما تحبسي تما عندك باش ما يتقطعش اللايف ما تخدميش في التليفون لا كونيكسيون بارطاجي وحبسي باش ما يتقطعش اخوات خدامين هي ب 4G ماشي عندنا
اخواتي تقطع عندكم اللايف ولا لا باش نحاولوا واش نستمروا ولا نشوفوا واش نديروا. الثمن ديال هاد الاخوات 4300 درهم، 130 اورو 86 الف ريال. بيتشي خاطر التلويزه واخا نشوف لك اختي علاش لا. اخوات عندنا ليكم هاد البيجي هادو رائعين تاع الصويري، واحد الاخت بغات تبيع البيجي الصويري كاين هاد ثلاثه هادو، هادو خزالين وغزالين رائعين، والثمن ديالهم 585 درهم. 585 الاخوات راه الخمر اليوم واصل 525 درهم، يعني دايرين تمين اثمنه رائعه الاخوات. بالنسبه للمعرض الاخوات راه باقي لي غدا ان شاء الله، يعني ان شاء الله نهار السبت غنكونوا في المحل ديالنا، يعني اللي بغى يلتحق بينا تما مرحبا والف مرحبا. الاخوات المحل راه محلول، يعني طيله المعرض فاش كان المحل تاع المسيره محلول، وهنا في المعرض السينكو رياض ناول تا هو محلول الاخوات. اخر يوم في المعرض الاخوات هو الغد. واخا اختي ام خالد، واخا اختي نشوفك شحال دايره 30 غرام، غنشوفك القياس ديالهم اختي، شوفك واش قياس كبير ولا صغير. هادو اخوات فيهم قياس 6.3 في لاطي، 6.3 في القياس ديالهم، 6.3 فيهم 20 غرام فاصله 7، 585 12100. هادو غزالين اخوات اللي خداهم هادو استفد منهم، يعني صحاح وعمليين. الثمن ديالهم 12100 درهم، مليون و 42 الف ريال، مليون و 42 الف ريال. صويريين وغزالين، القياس 6.3 في لاطي ديالهم، 6.3. انا ان شاء الله نوريك اختي املين، ندوز الميزات ونوريها لك اختي قريب ان شاء الله. ندوز الميزات عصير الصابون شحال، انا ان شاء الله نوريك عصير الصابون اللي عندي نوريهم لكم ونقول لك الثمن ديالهم اختي. احلام مرحبا. الثمن ديال هاد الاخوات 12100 درهم، مليون و 42 الف ريال، 1210 اورو، 1210 اورو، مليون و 42 الف ريال، 12100 درهم. هاد البيجات هادو غزالين، 12100 درهم. بغاتهم تسكرينيهم هادي الاخوات تاع السريت المبرومه غزاله بالخاتم ديالها، يعني هادي اللي خداتها فازت. هاي زينه وخزينه كي تنقول لكم ديما، هادي زينه وخزينه، كاين هادي وهادي، يعني بالخاتم هادي السرتله بالخاتم ديالها. هاي الاخوات السرتله بالخاتم. الاخوات درنا لكم لايف اليوم في الفيسبوك الانستغرام الاخوات، لان كاين عندنا الضغط في عندنا الويفي، يعني الويفي ناقص شويه في لا كونيكسيون، يعني خدمي بكارت جي. واش كي هاد الاخوات السرتله هادي غزاله 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 رائعه، 590 درهم الاخوات هادي، 590 القياس ديالها 6.5، 6.5 هادي، 6.5. بغيت نشوف لكم الخاتم ديالي شحال فيه القياس، قياس خاتم 1.8، 1.8 بالنسبة للاباك، 1.8. نعطيكم الثمن ديال السرتلة، ستين غرام فاصلة جوج الأخوات هادي، ستين غرام فاصلة جوج، الثمن ديالها 35500 درهم، 35500 درهم، 3 مليون ونص 10000 ريال، 3 مليون ونص 10000 ريال. هادي غزالة هادي، 3 مليون ونص 10، هادي اللي بغاتها الأخوات راه استفدت منها، 3 مليون ونص 10، قياس 6.5 الأخوات، 60 غرام فاصلة جوج في لاطاي ديالها. أخوات الصورة ما تتقطعش عندكم، ياك بغيتو الصورة واضحة أكثر ولا كتتقطع لكم لا كونيكسيون. 35500 درهم هادو الأخوات، اخوات سعدات الثانية تشوفيها وان شاء الله تاخذها، علاش لا، كانت طموح توصلها ان شاء الله باذن الله. عصير الصابون قياس صغير، نشوف لك اختي انا معتمد مرحبا والف مرحبا. هذه الاخوات الثمن ديالها 35500 درهم غزاله هادي، اللي بغات تسكرها 6.5 في القياس والصح. شوف بالك كيفاش دايره، زينه وخزينه، زينه وخزينه. هذه الاخوات اللي بغات تخبي فلوسها، كاين هذا الغرامات ديالو فيه 9.5 في لاطي، 9.5 الثمن ديالو 5700 درهم، 570 اورو، هذا 570 اورو في القياس 1.8، 1.8 الاخوات. هذا ها هي السيرة ديال الجمال، رائع من الاخوات. هذا شي حاجة كي تنقول لكم زينة وخزينة، هانتوما رائعين، هانتوما غزالين غزالين. السيرة 35500
3550 اورو، وبالنسبه للخاتم 570 اورو 5700 درهم 114000 ريال. هادو زوونين. عافاك الى كان شي حاجه ديال العميزات، انا ندوز لهم ان شاء الله العميزات اختي، العميزات ندوز لهم غير بقاي معايا اختي ان شاء الله ندوز لك العميزات. علاش لا؟ واحد الاخت قالت لك بغيت عصير الصابون يكون دوره صغيره، كاين هذا اصغر دوره عندي قياس 6، هو هذا اصغر دوره 6، شوف الزواقه ديالو كيفاش دايره، رائع رائع. هادي غزال الصح والعمل. اخوات بارطاجيو اللايف باش ندوزو ان شاء الله العميزات ان شاء الله. طنجيه اليوم راه ما جبناهاش، ولكن كاين العميزات ان شاء الله، في كاين عميزات زوينين، كاين هادو الاخوات حاجه زوينه. شوف كدير ما تقطعش، ها ما تقطعش، كاين اخوات هذا اختي بشرى، واخا نشوفك الا كاين اختي عندي واحد في العميزات نوري لك. كان بارطاجيو، شكرا لكم. عندكم مارياج في مارياج في مستعمل، نشوف لك اختي الا كان شي واحد كاين دي سوليتير يقدر سلسلة طويلة، واخا ان شاء الله اي بارطاجيو الاخوات باش كلشي يستافد. سبعمي هاد الاخوات كاين هذا في 14 غرام فاصلة 4، الثمن ديالو 8850 درهم. غزال هاد الاخوات، شوف تبارك الله الصح، ما تطرطاش الاخوات الصح والعمل، 8550 درهم 171000 ريال، 171000 ريال 855 اورو، 855 اورو. فين غبرتي اختي؟ كان عندنا واحد المريض، كان عندنا واحد المريض وكي قلنا لكم الاخوات كاين واحد عنده واحد الوفاه تاع الخاله ديالنا، يعني الله يرحمها ويوسع عليها ان شاء الله. دعواتكم مع الاخوات. كاين شي طاجين، يعني نديرو الطاجين، الطاجين اخوات كاين لا كاين عندنا اليوم. عارف اش حاطين اليوم العميزات؟ هاكم الاخوات تاعنا يمين التلوم هنا، بقاو معنا ان شاء الله نوريهم لكم. غير كنا كاين في المريض دابا، نجي خلينا في المحل الاخوات. هذا الاخوات 8850 درهم، هذا راه زوون اللي بغاتو تستافد منه، زينه وخزينه. ما مشى معكم بزاف الاخوات، بارك الله فيك، كبر بكم الاخوات. دعواتكم الله يرحمها ويرحم جميع اموات المسلمين ويصلنا لها مؤمنين. هادشي غنقول الاخوات، وكنت نقول لكم الله يدخل علينا هذا الشهر الكريم بالصحه والسلامه والعافيه وطول العمر الاخوات. يعني كاين هذا هاد العصير الصابون تا هو زواون 6.2، هذا 6.2 في العبار ديالو، 6.2 الاخوات، 20 غرام فاصلة 7، هادو جوج اللي بقاو الاخوات تقريبا هما اللي بقاو عندي في عصير الصابون. يعني تبارك الله عصير الصابون لانه زين وتخبي فيه فلوس وتيجي راقي في اللبسة. خويا الاخ ديالي المنعم اللي في مجموعة الامراء، الاخ ديالي اختي الله يكبر، الله امين، اللهم ارحم جميع الموتى المسلمين اختي. علاقة 20.7، هذا الشيء جيتني بغير. والاخوات حنا العمل عبادة كي تنقولوا، ولكن ميمكنش يعني الانسان الحزن الاخوات، ما خصش الانسان يحزن ولا ما عطى ولا ما اخذ، واخا تمشي شي تقريب ليك ولا تمشي شي اللي عزيز عليك وهذا، ولكن تحاول تنسى لان الله عطاني النسيان والله يرحمها ويوسع عليها يا ربي ورزقنا حسن الخاتمه. هادشي اللي غنقولوا، حسن الخاتمه هي احسن حاجه، والحمد لله يعني كان عندها حسن الخاتمه. يعني ما تبقى اشهد ان لا اله الا الله شهاده ثلاث مرات وخرجت الروح ديال الخاله هذه، يعني الحمد لله هذا راه شهاده حق، والحمد لله راه الانسان فاش يموت على شهاده راه يعني شي حاجه كبيره عند الله، لان الدنيا غير عبيد سابر، يعني تخرج من الباب وتدخل من الباب تلقى راسك حياتك مشات، ولكن يعني الاخره هي اللي تنتم الاخوات. وان شاء الله بينكم كلكم ان شاء الله في كنا الاخوات في جنة، جنة الفردوس ان شاء الله، ان شاء الله الاخوات، والله مرزقنا حسن الخاتمه. هادشي اللي يدعي الواحد، هادشي اللي كاين الاخوات الحمد لله. 20.7 الاخوات، لله ما اعطى ولا ما اخذ، هادشي اللي نقول. اختي الا بغيتي صغر منها نخدمها لك، يعني قياس 6، شوف كاين اللي تشوف قياس هادي 6، هادي قياس 6، الا بغيتي صغر من 6 راه ممكن تخدمها، الا بغيتيها سكرينها وتواصلي مع الاخت شيماء ونخدمها لك. هادي الاخوات فيها 20.7 غرام، الثمن ديالها 12300 درهم، 1,026,000 ريال، 1,026,000 ريال، 1,026,000 ريال، 1,230 أورو،
الله يكبر بك اختي. شكرا لكم الاخوات. متبعه انا متبعه جديده، مرحبا بك اختي والف مرحبا. هنا مرحبا والف مرحبا الاخوات، الله يسر لكم ودعواتكم الاخوات كي قلت لكم، الله يسر لكم. تنشكركم بزاف بزاف، الله يحفظكم ويرعاكم الاخوات ويخليكم الصحه والوالدين ديالكم ومعزز عليكم. 12300 درهم، 1230 اورو، مليون و26 الف ريال بالدرهم الاخوات. 12300 درهم هذا سير الصابون، 12300 درهم هادو كاع هادو اللي دوزنا لكم شي حاجه زوين. هاد لكم عندكم ميتا الاخوات هادو زوين طلبتوا عليهم لانهم كانوا عندي وتبعوا، يلا جبناهم هما الاخوات هادو. يا سلام ندير لكم فيهم عرض رائع. هادي وصلنا لدور ميتا هادي اوكي تتبان يعني هي بالخدمة باليد طلع لك دقيق. لا الثمن ديالها اخوات 7500 درهم، 750 اورو. هادي اللي تبارك الله تلقى اقبال كبير، بقات فيها وحده هادي، هادي لانها صحيحه وعملية. 7300 درهم، 730 اورو، 7500 درهم، 750 اورو، 750 اورو ديال الاخوات. راد كو ديال نتوما الاخوات كاين هاد الكربات هادي الثمن ديالها 7500 درهم، 750 اورو، 150 الف ريال. شبك كيزمان فيها تبارك الله جوج قفوله من الجنب من هنا وفيها قفل الوسط، يعني الصح والعمل ديال الاخوات. اش كيديرها مضوبله من الخلف كيشوف معايا. هادي رائع 7500 درهم، هادي راه رائع اللي بغاتها راه صراحه غتستافد منها. كاين عندي هاد الاخوات هذا تاو زويون براسلي رائع رائع رائع، قياس ديالو اخوات 5.9 فلاطاي ديالو، فيه 12 غرام فاصلة 13 غرام فاصلة واحد، الثمن ديالو 8000 درهم، 800 اورو، 160 الف ريال، 160 الف ريال، 800 اورو، 8000 درهم. هذا الاخوات زواون هذا اللي بغاتو سكريني، القياس ديالو كي قلت لكم 6.4، قياس 6.4 هذا الاخوات وصحيح، يعني فيه 13 غرام راه صحيح. كاين حتى الحلقات ديالو اللي بغا كاين في المحل عندنا، كاين الحلقات ديالو وكاين حتى الخاتم، الحلقات والسلسله، السلسله والعلاقه. فك راد كو 40 غرام ثمن اختي، ان شاء الله راد كو راد كو الله ندوز لكم في اللايف، راه راد كو رائع الاخوات. يعني راد كو عندنا بواحد الخدمه اللي متقونه وانتم راه عارفينها بلا ما نحتاج انا نقول لكم، يعني تكون عندي ان شاء الله الاسبوع المقبل ندير لايف خاص بالراد كو ان شاء الله باذن الله. كاين اخوات تيفاني، تيفاني دي جوج قياسات نوريهم لكم. كاين هذا قياس الاول 6 سنتيم فيه 11 غرام فاصلة 7، الثمن ديالو 7300 درهم، 730 اورو، 730 اورو 13 غرام فاصلة 7، 146 الف ريال، قياس 6.1 وصحيح هذا الاخوات زوين. 7300 درهم، 730 اورو، 730 اورو، 7300 درهم، هذا رائع 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 اللي بغاتو تسكريني الخوت هذا زوين. كاين عندنا هذا جديد، هذا موديل رائع، هذا هو الخاتم ديالو الخوت، شي حاجه زوين لا باك شي حاجه. يا سلام باش تعطيكم لاطي ديال تيفاني الصغير باش تعرفوا الاخوات، لان كاين واحد خفيف واحد ثقيل. هذا كاين الاخوات 4900 درهم، 190 اورو، 198 الف ريال. عافاك وريني داك الصابون اشنو اختي خفيف ولا ثقيل؟ هذا تاع 6 كاين هذا وكاين هذا، هادو جوج اللي كاينين هما اختي، كاين هذا وكاين هذا. وبالنسبه لي بغا لاطي كبيره ممكن تخدميها سرت لاي طاي بغيتي، اي موديل بغيتي راه غنخدمو حنا الاخوات، راه كاين لك مني باثمنه رائعه وخدمه حاجه مزيانه، واي حاجه بغيتي اي قياس بغيتي راه كاين. هذا الاخوات الثمن ديالو 4900 درهم، 190 اورو، 100 و عفوا الاخوات 98 الف ريال، 490 اورو، 490 اورو. قياس ديالو طي اصغر طي هو هذا 5، قياس 5 والله الاخوات ما تلقاي لاطي هادي يعني قليله في السوق. لا اختي دابا حنا كيف مريض فين مشات دابا اللي كان موراك، الله يعطيك الصحه والله يا اختي بعناها جمله
لا اختي كاين حنا فواحد المعرض كاين في السين كل اخوات في المعرض يعني دابا حنا فواحد المعرض ان شاء الله باقي غدا ان شاء الله هو اخر يوم في المعرض ان شاء الله نلتحقوا بالمحل ديالنا ان شاء الله باذن الله الاخوات نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير اللي بغى يجي عندنا المحل الناس تاع مراكش باش يجي عندنا المحل الناس من مدن اخرى اخر يوم هو غدا يعني في المعرض يعني ان شاء الله النهار السبت نلتحقوا بالمحل ديالنا اللي غيكون اللي عرفتوا الاخوات كل شيء في احباس مسيره واحد قصريه الصفاء الاخوات ودابا حنا نتواجدوا في السينكو رياض نوال معروفه اللي معروفه الاخوات كاين عندي واحد جبراسي تاع الاخوات تاع لي بول راه فين شي حاجه زوينه هادو رائع عندنا شي حاجه يا سلام صفر احمر هذا غوز وهذا الابيض فهم حتى شي غرام فاصله واحد الاخوات راه ثمن مناسب غنديرو ب 7200 درهم 720 اورو 720 اورو اخوات 7200 درهم 144 الف ريال هادو 144 الف ريال لي بول 144 الف ريال 720 اورو اخوات قريب ندوزو ان شاء الله لي ميزه تي بارطاجيو لايف باش كلشي يستافد 720 اورو 7200 درهم 144 الف ريال كاين هذا ابيض وكاين هذا غوز يجيو مع بعضياتهم رائعين بالنسبه للقفل القفل شي حاجه صحيحه 144 الف ريال 720 اورو 7200 درهم متى بقى الاخوات كاين هذا الصويري هذا يا سلام اختي قالت لي بلا الصويري عرفت كذبة 3 واط عطيتك هذا الطبليش تاع الصويري قياس 6.3 هذا 6.3 في لاطاير الاخوات هذا تكون في المعرض غدا اختي غدا هو اخر يوم اخوات نحلو مع المريض نحلو في العشيه يعني تنحلو مورا العصر يعني الناس اللي بيلتحقوا بينا تنجيو تيجيو الصباح يعني يجيو مورا العصر تنكونوا لان يعني الصباح الاخوات تيكون شويه الضغط يكون عندنا في المحل تما تكون في المحل ايه في الاحباس وفي العشيه تنجي للمعرض ان شاء الله والمحل راه محلول حتى هو يعني غنكونوا ان شاء الله غدا ان شاء الله اخر يوم في المعرض الاخوات غدا هو اخر يوم الاخوات يعني ان شاء الله السبت نلتحقوا بالمحل الجمعه ما تخدموش ان شاء الله نكونوا في المحل ديالنا اخوات 6.3 في القياس باقي لكم في المعرض اختي كاين باقي لنا يوم واحد الخميس هو اخر يوم 14.5 هاد الاخوات 14.5 الثمن ديالو 8500 درهم 850 درهم تيبقى الاختيار الاخوات هذا في قياس 6.3 650 اورو 8500 درهم 170 الف ريال اختي زينب تطلتي راه دازت باكل الخير والبركه داز السريت لا دازو الصويري داز عصير الصابون ان شاء الله الاخوات بغيت اختي زينب تشوف لي اختي الا كان انا نوري لك هذا الاخوات 6.3 الثمن ديالو 8500 درهم 850 اورو في 14 غرام فاصله 5 هذا رائع 14 غرام فاصله 5 كلاس صويري غزال هدريكم هاد الحلقة اخوات نسي عشاق الحلقة تاعهم رائعين هادو هادو يا سلام غزالين هادو فين هادو حلقة زوين تاع رادكم الحجر غنوريكم حتى الكورميطة ديالهم راه كاينة هذا الاخوات 2900 درهم 290 اورو 2900 درهم 2900 درهم اختي اللي بغات عصير الصابون بالخاتم ديالو كاين ولكن اختي حاولي تواصل معايا في واتساب باش نوريك يعني كاين عندي دابا جوج لي طاي ادوزتهم في الله ما نعشر عليهم لان تواصل في واتساب قول لي القياس ديالك ونعطيك القياس ديالك اكزاكت اختي كنطلع دابا 525 درهم الاخوات الخام اللي واصل باش تعرف 290 اورو 2900 درهم 58 الف ريال بالنسبه للحلقه تاع اليوم ها هي الكورميطه ديالهم الكورميطه غزاله هي مسيرتها بحال الحلقات اللي وريتكم دابا هي هاد الاخوات الكورميطه واتم لويز خويا شي ما عطيني الخام تاع لويز في الميزات انا نوريك اختي في الميزات هاو نوري لك كاين هذا هو في العميزة تنوري لك هو كاين هذا تاع لويزا تاع غافينيتي ان شاء الله نوري لك اختي بقى معايا ك
كلاش قياس حتى في الميزات. اختي زينب تشوف لك لكي ما كاين ان شاء الله نهار يكون انت الاولى. هذه الاخوات 10900 درهم، 10900 درهم، 118000 ريال، مليون و 18000 ريال. السلام اختي بخير لاباس؟ الحمد لله الله يكبر بك. مليون و 18000 ريال ديال الاخوات، مليون و 18000 ريال، 10900 درهم. عشر آلاف وتسعمية درهم، 118000 ريال. أشنا شيما؟ مشى معك بس أختي، مشى معك بس لا 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 حتى أختي، مشى معك بس لا حزام. أنا جيت دابا دابا جيت. الله يستر لك. شكرا. مليون وهذه الأخوات مليون و 18000 ريال، 10900 درهم، 10900 درهم. 10900 درهم، 118000 ريال. وهذه كلكم موبيله زوينه، هذه تبان بحالها بحال هذه، هذه راه 7500 درهم، 150000 ريال، ولكن اختلاف في الميزان. انتم الاخوات هذه سامبل 7500 درهم، 750 اورو الاخوات، 150000 ريال. هذه 10900 درهم، 118000 ريال، مليون و 18000 ريال. هذه عندي لكم واحد الكورميطه اللي يا سلام كاين عندي تاي زوينه، هذا موديل زوين. انا نخلي لك بجد اختي صديق، مرحبا، نخلي لك اختي بجد ماشي مشكل، غادي يبقى مشجل في الفيسبوك وديكون حتى في اليوتيوب ان شاء الله في الانستغرام. هذا الاخوات 7200 درهم، 720 اورو، 7200 درهم، 720 اورو، 144000 ريال بالنسبه لهاد الكورميطه هادي، 144000 ريال. اي حاجه بغيتي تسكرونها خير نخليها لك تواصلي مع شي ما اللي سبق، بالاخص الى ميزات اللي سبق فيهم راه تياخذهم يعني باش تعرفوا الاخوات اللي كاين. تحاولي تصيفطي السميه والكنيه والعنوان رقم التليفون وان شاء الله اخوات نخلي لك اي ارتيكل. الاخوات ندوزو لميزات الشيء اللي تبقى اخوات، كاين عندنا براسليات وكاين عندنا جوج براسليات بلديين اخوات، اللي بغات واحد راه ممكن تاخذو. تبقاو عندي جوج فيهم نحاول نوريهم لكم. كاين هذا قياس لطيفين بالنسبه للاخوات، القياس ديال هذا 6.1، ها هو الا بغيت بغيتو واحد فيهم، هادو زويونين صحاح عمليين. هادو الاخوات 5700 درهم، 570 اورو، غزالين غزالين، 570 اورو، 114000 ريال، 114000 ريال الاخوات، 570 اورو، 570 اورو هاد الاخوات، 5700 درهم، القياس ديالهم 6 سنتيم، هادو 6 سنتيم هادو الاخوات، 570 اورو، 6.1، 6 يعني راه يجيو 5700 درهم. هادو راه زوين الاخوات وصحاح عمليين. شي واحد اللي تيبغي يلبس شي حاجه ديما تلبس في اليد، هادو رائعين بلجيين تيجيو رائعين. كاين عندنا البراسلي اخوات، هو زوين هذا، هذا براسلي شي رولكس، فيه واحد شويه الحجرات مجنب من هنا داير الحجر وكله رولكس، هذا زوين. الناس اللي تلحقوا غدا اخر يوم في المعرض الاخوات تلحقوا بينا، مرحبا بهم، ان شاء الله يزورونا، تكون لي زاكتيفيتي، تكون الناس كاين الناس بكلا اي حاجه ما عند كاش اي حاجه في هذا المعرض. هذا صراحه معرض كان ناجح 100%، الناس جاو كثار بعد الكثافه والاخوات، حنا ما كناش السبت والحد يعني كان بعض الناس تيعاودوا لي الزوار كانوا كثار، وان شاء الله الاخوات بينا ان شاء الله ديما يكونوا معارض، علاش لا ديما تكون هذه المبادره هذه، لان المعارض الاخوات يعرفوا ناس اللي ما معروفينش، واخا سي التجار ديالنا تبارك الله في المغرب راه كاين، جاوا الناس من كازا من اكادير، تجار من اكادير، جاوا من جميع تقريبا ثلاثه مدن في المغرب، يعني جاوا الناس اللي ما عارفين بحق المعارض، لان المعارض الاخوات تنتعرفوا على ناس جداد وتشوفوا ناس جداد. وان شاء الله لما الاخوات كان عندنا واحد زافونتاج في هذا المعرض، هذا الناس تاع مراكش تلقى واحد المشكل في المحل، يعني المحل تيكون يعني واحد الاكتظاظ تيكون عندنا في المحل، الناس ملي تيجيو كثير قوى داك الاعتداد ما تيبقى هنا، كاين عندنا لي سباس كبير، كاين عندنا المحل كبير تبارك الله، يعني باش نكون بحال نعيشوكم معنا في الاجواء، كاين المحل تبارك الله كبير اللي كنوريكم بلاتي نوريكم باش تشوفوا على المباشر. شيما ممكن تسكر الكاميرا؟ ها
ما تبغى أخوات بحكة جيل مي كل ما حد بطلع كبير معرض لي كنت أنتم الناس تبغى ستو أكثر من ستو يعني تبغى كل ما حد يعني كبير كان الناس في نكونه وكان المعرض كان رائع رائع الأخوات بدأ يشوفوا معي الناس اللي جالية المغربية نحاول الأخوات نرجع لكم دبل انتم الاخوات كاين هذا براسلي هذا باش كاين هذا براسلي كنحاول نعيشكم على الاجواء ديال الناس الجاليه المغربيه صراحه اللي تنشكرهم بزاف اللي تيدعمونا وتيجيوا معنا وتيحضروا معنا في لي لايف وتيحضروا ديما معنا في اي مناسبات وتنشكروا الناس صراحه اللي صراحه والله العظيم تشاركوا معكم الصغيره والكبيره واي حاجه عايشين في حياتنا تشاركوا معكم باش نتوما نتوما تكون بحال قلت سفيان اخ ديالكم ماشي ما تحسبوش حنا دعيبي ولا انا يعني اخ ديالكم وتنتعامل معكم بحال الاخوان ديالنا بحال العائله ديالنا شحال تحسب الغرام 530 درهم حتى 570 درهم 550 درهم يعني على حساب الثمن كل حاجه والثمن ديالها هذا الاخوات الثمن ديالو 6000 درهم 6000 درهم انا هنا في فرنسا واختي احنا بين نعيشكم على الاجواء كاع الناس الجاليه المغربيه شكرا تعطيكم تحيه وكل واحد اللي كان من الجاليه ولا من مدن اخرى عطيونا اسم ديالو واش مدينه عطيوه التحيه الاخ عزيز تحيه لك اخويا الله يحفظك قياس 5.6 اخواتي كاع الناس اللي جاو عندنا المريض عطيونا واحد واحد الملاحظه على المريض والناس اللي قاعد يدعمونا تما في المريض وجاو تشكرهم بزاف نطلقوا الاخوات الميزات يلا الاخوات نبدا لكم على بركه الله ان شاء الله نبدا لكم في الميزات هذا الاخوات 6100 درهم 610 اورو هذا القطر ديالو واخا 5.7 5.7 هذا في القطر ديالو 5.7 خوات بسم الله على بركة الله نبدأ لكم ميزات إن شاء الله بإذن الله خوات نبدأ لكم ميزات كاين ميزات اليوم نوريكم غير بعض الميزات اللي كاينين إن شاء الله نهار الحد إن شاء الله راه يكون لايف إن شاء الله بإذن الله بينكم كلكم تحضروا معنا و تنتمنى لكم ان شاء الله رمضان ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر الاخوات وتنتمنى لكم كل خير بالنسبه الاخوات نبدا لكم اول عرض كاين هذا براسلي هذا كاين البراسلي هذا في العميزات هذا زوون براسلي رائع كاين هذا براسلي زوون قياس ديالو قياس 5.9 هذا الاخوات 5.9 تحيه لك اختي مجيده اختي راضيه تحيه لك وشكرا لكم بزاف الاخوات امستردام اختي جميله تحيه لك اختي جميله الله يكبر بكم الاخوات ممكن هذا الاخوات الثمن ديالو غرامات فيها الاخوات فيها سيد فصيله 6 سيد فاصلة ست الأخوات الثمن ديال هذا 5300 درهم 530 أورو 106000 ريال هذا في العميزة 106000 ريال الأخوات غزال هذا صراحة صحيح وعامل شوف هاد الخدمة هادي كيفاش داير يعني غزال أش قلت أختي أنا واش عادي الراد كون طلق الريحة فهمتي اختي زينب ما عرفتش شرادكم ما يمكنش تلقى لك كانت حاجه مزيانه ما تلقى الصداع علاش تلقى لك الصداع ما عرفتش اختي المهم حاولي تصورها لي شي ما باش تشوفها لك وديك الساعه هضرت مشي عند دايبي اللي خديتها من عنده كتوريها شنو فيها وهذا راه تيتفاهم معاك يعني الساعه كان شي مشكل هذا راه ديالو انتم الاخوات كاين هذا 5300 درهم 530 اورو 116000 ريال 106000 ريال 530 اورو بالنسبه لهذا ميزه الاخوات نوريكم لي زختيك الاخرين كيما ميزه قدامنا باش نوريكم كاع لي زختيك اللي كاين
كاين عندنا واحد البيجه ديال الاخوات كينادي سريت لا زوين هادي اللي بغا يستافد منها قياس صغير هادي الا كان شي واحد فطيه هادي راه استافد منه يعني غادي يفوز غادي يفوز بهاد السريت لا هادو غادي يبقاو فيهم اربعة هادو الاخوات بقاو فيهم اربعة حاولت ندير في جداد هادو ما تلبسو ما والو ولكن غندير فيهم واحد البروموسيون قياس 5.5 هادو اصغر طي يعني طاي صغيرة الاخوات كاين صغيرة هكا ولكن هادي صغيرة بزاف اي واحد بغى اي حاجه الاخوات سكرينها وصيفط لي شيماء في الواتساب لان اي واحد سكرينها وخذا صيفط السميه والعنوان الكنيه رقم التليفون واخا يكون في مراكش قال لك خلي لي هاد اختي كان واحد في مدينه اخرى هذاك اللي صيفط هو الاول في مدينه اخرى هو اللي تيستافد كاين شي خاتم مستعمله كاين اختي نتوما كاين هاد الاخوات فيها 27 غرام فاصله 55 الثمن ديالها 15700 درهم مليون و مليون الاخوات ونص و 14000 ريال مليون ونص و 14000 ريال هادي غزال هادي زوون الاخوات شفت المقلاص الصح ديالها كيفاش داير شوفوا يعني شي حاجه اللي دقيق لا اللي بغات ثلاثه راه ممكن ياخذهم ولكن من الاحسن تاخذوا اربعه ولا تزيدهم واحد مبروم يجيو زوونين والله فتي تقطع اختي يعني لان كيما عطيت اتصال داخل داكشي علاش الثمن ديال هادو 15700 درهم مليون و 114000 ريال بالنسبه لهذا مليون و 114000 ريال الاخوات 1000 و 570 اورو نوريكم حاجه اخرى كاين هذا لاباك هذا كاين هذا تا هو زوون لاباك هذا فيه ميزه الاخوات فيه جوج غرام فاصله 4 الثمن ديالو 2300 درهم 46000 ريال 230 اورو 230 اورو 230 اورو 26000 ريال 130 اورو عفوا 130 اورو 26000 ريال 1300 درهم بالنسبه لهاد الباك هذا 1300 درهم بالنسبه للخوات يمكن هاد الخاتم هاد الاخوات تا هو قياس في الغرامه 9.5 الثمن ديالو 2200 درهم 2200 درهم 44000 ريال 220 اورو 220 اورو 220 اورو 5200 درهم 520 اورو 5200 درهم 104000 ريال بالنسبه لهاد لاباك هذا كتبان 104000 ريال هذا الاخوات في الميزات في 9 اونص خاتم ديال رافينيتي انا وريك اختي هو تاع لويزا هاو هذه لويزا حره كما تشوف معايا هذه لويزا حره ضيف كيتسيني هو اختي ما عرفش شنو عندنا مشكل يقدر يمنع الكونيكسيون اختي 9.6 في هذا الاخوات لويزا حره باش تعرف لويزا فيها 3.3 ناقص هذا الاخوات الثمن ديالو 7200 درهم 720 اورو 720 اورو 7200 درهم 720 اورو شحال القياس اخذ بالنسبه لهذا 720 اورو 7200 درهم 144000 ريال ويزا حره هذه الاخوات فيها الراس من الفوق 144000 ريال ندير لكم واحد الكرافاج زوين هادي هادي كرافاج تاعي في الميزات هادي الاخوات غزال هادي قياس داك لاباك نوريكم القياس ديالو باش يسمحوا لي باش نعطيكم لاطاي قياسو الاخوات 1.7 لاطاي ديالو 1.7 كاين عندنا الكرافاج الاخوات فيها 17 غرام فاصله 1 الثمن ديالها 9400 درهم 940 اورو 940 اورو 9400 درهم 940 اورو 188000 ريال 188000 ريال الاخوات هانتوما هادي زوونة تاعي كرافاج زوونة هادي ورائعة الأخوات لي بغاتها تسكرينيها هادي كرافاج في ليميزات غزالة غزالة كاين هاد الحلقة تا هما زوونين هادو هادو زوون بحال بربوشة هادي تيبانو غزالين هادو الأخوات الطول ديالها ماشي شيما عطيني شيما الطول